وزارة العدل عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، وذلك في حدود 1500 منصب مفتوح حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء الماضي بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر أنه على الأشخاص الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم على مستوى المجلس. في قطاع العدالة دائما، كشف المدير العام لعصانة العدالة بوزارة العدل عبد الحكيم عكا عن بلوغ عدد شهادات السوابق العدلية التي استخرجها الجزائريون إلكترونيا خلال 3 سنوات 10 ملايين شهادة. تصريح مدير العصامة جاء على هامش زيارة العمل والتفقد للمحاكم والمجلس القضائي بولاية تبسة، كما أكد أيضا أن الجزائر وفي خضم الثورة الإلكترونية التي تعرفها أصبحت تصدر تقنيات العصانة لعدد من الدول الإفريقية. التغطية كانت لنسيم دريد. عدد شهادات السوابق العدلية إلكترونيا من 2015 إلى يومنا هذا لحقت 10 ملايين، كنقولوا 500 تطبيقة. ماشي حاجة سهلة بكفاءة جزائرية، واستقامت للخزينة العمومية بصفر دينار. راحت إنيكيب لتما في جويلية 2017، داروا تدقيق، داروا أنوديت في هذه وزارة العدل الإفريقية، وعودت ليكيب هذه، عودت راحت ودارت لهم، دشت لهم في الميدان التطبيقة الخاصة بشهادة الجنسية وكذلك سوابق العدل القضائية والملف القضائي على المستوى الوزارة هذيك في دولة إفريقية. وأشار ذات المتحدث أنه تم استحداث واستعمال تطبيق البصمة الوراثية، وهي الآن في الخدمة بعد أن تم ربطها بمختلف الهيئات. وضع تطبيقة خاصة بالبصمة الوراثية الخاصة بوزارة العدل حسب القانون، وقد تم إنشاؤها من طرف السيد معالي وزير الخارجية الأختام لتحديد الهوية المفقودين المجرمين. كل الهويات تكون مخزنة في هذه القاعدة المعطيات، واللي تعطي أكثر مرونة.